مش طبيعي والله، مش طبيعي. هلكتيني والله، هلكتيني. مش هيك كل مره بتعملي فيه نفس الحركه. خلاص حطيه على الطاولة، حطيه يا اخي، لا تحطيه على الطاولة. اذا خلص رجعي لنا ثواني ثواني، خليني اصبع عليه. صار لي يوم غايبة، ارجع فارطة ضحك وعم دمع فجأة. يا جماعة فقنا الصبح وبعدين اجينا نفطر بسادل، اوكي؟ بس ممكن تقلد لون انا شو عملت. جماعة اقسم بالله بتلبكني دائما دائما دائما، بتعمل فيه نفس الحركة حتى انا اصلا فيها بالله انه ليه ليه انه خلص هدي يا ملبكي. بتلبكني والله. مثلا 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 واحدة من الاشياء ممكن تحط الكاميرا علي بتعامل الناس عطم طالع نص وجهي مرة من المرات. يعني كل ما بدي اكل مثلا كون عم باكل، اوكي مثلا خلينا نقول عم باكل برجر، اوكي جيت اكلت لقمة، انا اول ما تشوفني عضيت اللقمة بتيجي بتمسك معلقة وتطعميني، اوكي؟ وانا عم انا لسه الاكل بتمي عم بصير بدي اكل سمك. اشتهيتك بلقمه. مش تشتهي اول ما عض اللقمه تبعيتي وقعد انا اقعد اتلبك وبسرعه ويلا وبدي اكل عشان انت وانت عملتي لي هيك انه يلا. فهمتوا؟ انه ما بتستنى انه بتقضي حياه الباقي عشان يعني نرجع بعدين طعمين اللقمه. فهلا انا متلبك بالسياره قاعد عم نظف وعم سوي وعم شيل، شالت هاي البوكس وحطيتها في نص خلقتي انه وهي قاعده بتفرج علي انه يلا امسكها، انه يلا عم بستناك انا تمسكها. لبكتني، صرت احط العصير كب هون اشياء بس، ومسكتها وتلبكت والدنيا. اخر شيء مسكت البرجر تبعها حطيتها هون. طب ما حطيني البرجر تبعها هون. طيب خلص انا عملت لك اكشن بحياتي. شوفي هاي الاثنين محطوطين هون. طيب انا مو عملت لك اكشن بحياتك، انت عملتيني يعني تربك. لا تربك في الامعاء، تربك في هاي سناب شات. كيفكم؟ شو اخباركم؟ اوكي سو اليوم يوم طويل جدا رح يكون، هلا بعد شوي عنا تصوير، فبدي اجهز حالي شوي هيك شيء سريع للتصوير. رح نصوره هون تحت تحت البناي، مكان هيك خضار وشلالات وحركات، اوكي؟ وبعدها عنا دكتور اسنان على السبعة مشان غيس لأنه بده يركب الفينير اليوم، وبالعادة بياخد كتير وقت، فيمكن نخلص بالليل بالليل، وبعدين لازم نروح نخلص كم شغلة علينا مشان بكرة. ليه؟ لأن بكرة عنا إيفنت كتير حلو، كتير 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 حلو. أنا بخبركم عنه بعد ما خلص مكياجي وبفرجيكم الانفيتيشن. الانفيتيشن بتجنن. اوكي هلا بدي اعمل لكم الكلين جيرل ميك اب، اوكي اللي هو بكثير مش مهم مكياجي يعني. فحطيت مويسترايزر من شارلوت تيلبري، الواتر واتر ماجيك كريم، ماجيك واتر ماجيك واتر كريم. حطيت مويسترايزر البيس تبعه مي، ف لانه بيعطي ترطيب احلى ولو احلى. هلا بدي احط الكونسيلر، اوكي هون، وغطي اي مكان بدو كونسيلر، اي مكان فيه علام، اوكي. وهلا راح استعمل فرشايه مشان اعمل بلندنج، بس لاقي الفرشايه ليك، اوكي ماي كونسيلر برش، وراح بلش بالتاب تاب تاب، اوكي مو مسح، ما بنمسح هيك، بنعمل تاب، اوكي مشان نخلي اللون ونخلي الكفرج، لانه ما راح نستعمل فونديشن. فيكم تستعملوا فونديشن، بدي افضل الفونديشن يكون تنت او شيء كتير خفيف، اوكي. طبعا انا شفت توتوريال على يوتيوب هي عم تعمل هير ميك اب، فكل شيء رح نستخدمه هو بيكون كريم برودكتس، يعني مثلا حيكون الكونتور كريم، رح يكون البلاش كريم اور ليكويد، كريم اور ليكويد، اوكي. نعمل بلند، انتو شو عاملين؟ والله امبارح اختفيت بس لانه كان مود غيز مضروب. يس كان مود غيز مضروب فضرب لي على مودي، انا حاولت طلعه من المود بس كان صعب يعني طلعه منه، بس اليوم احسن. اليوم كان الا شوي رح ينضرب موده، بعدين انا افعت معي قلت له ليك انا ما بستحمل، ما بستحمل نضل نيجاتيف، فقلت له انا ما بستحمل، ما بستحمل نضل هيك منكدين يومين ورا بعض،
الحمد لله قدرت اليوم طلعوا من المود بتهديد. انت قلت له منكد عليك انا والله على فكره نكد غيث يا محلى قدام نكدي لا يا محلى نكدي قدام غيث هي الجمله الصحيحه والله بينكد بطريقه خلاص هيك بتحس الدنيا خلاص انتهت يعني انا نكدي بيخلص بعد دقيقتين بس قولوا لي كوتشي كوتشي وانا خلص دن كوتشي 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 خلص كأنه ما نكدت وبنسى القصة كلها كتير كتير ما بيأثر يعني بعرف يفرق ما عارف كيف اشرح لكم يعني مثلا منكدة من شيء اذا وقت الاكل وقت الاكل ما بتأثر اذا وقت الدراسة وقت الدراسة اذا وقت الضحك بضحك يعني حتى لو انا منكدة كتير حتى لو محطمة مدمرة اذا في حدا مثلا حكى نكتة رح اضحك عادي يعني مو لانه انا منكدة ما رح عم بعرف فرق بين كل شيء اذا وقت النوم وقت النوم ايه وما بحب وزع نكدي على الكل بحب نكد مع نفسي هلا غيث هو عم يسمع هذا الشيء رح يقول شو هلا يعني غيث غير يعني بحب اعبر عن نكدي له مشان حدا يساعدني اطلع من النكد بس يا يعني بحس انه نكدي خفيف ما بنكد نكد ما يعتبر نكدي يعني بس بيقلب مودي شوي بس انه بطلع من الموضوع بسرعه ما بتأثر ابدا اوكي هلا اللي راح اعمله بس مشان نعطي بلند اكثر بس راح بالسفنجة واعمل بلند مزبوط هيك لان ما يكون في فرق الوان لانه بس حاطين كونسيلر اوكي سو هلا راح نستعمل عم فكر استعمل بلاش من باي ماريو اوكي اتس ا كريم بلاش كتير حلو اوكي عارف اذا مبين معكم انا ما اذا مبين اوكي فراح احط شوي كتير حبيت الطريقه اللي معمول فيها البلاش اوكي راح احطه على عظمه الخد اوكي نحاول كل الالوان تكون ترابيه مشان نضل مثل انه ميك اب نو ميك اب لوك نضل شكلنا نضاف يعني اوكي شو الصوت الغريب اوكي and then we start blending لفوق اوكي حب اعمل ابتسامه بس مشان اعرف غير بس يفوت يلاقيني ما عامله هيك بلي شو بكي بلعب طلع على جمالي لا والله بعمل هيك بس مشان اقدر امشي على خط الخد اوكي بعرف انا ما كتير in the mood لكريم كونتور بس رح حط نقطة من هاي من نارس اسمه افتر جلو ليكويد بلاش بس لانه بيعطي جلو حلو بس نقطتين صغار فوقهم و رح ارجع اعمل بلند ليش هيك كأنه حدا فجر فتشة بشعرك عشان ما ازعجك ممكن ليش انت خبط عليك شو عم تكهرب ايه بتكهرب كتير يلا بسرعة اوكي هذا البلاش كتير بحبه لانه بيعطي جلو اوكي هذا هو في اكتر من لون it's nice after glow اوكي اللون اللي استعملته هو دولتشي فيتا اوكي تمام ماني حابة حط كونتور يمكن اعمل شوي بالباودر بس ما بعرف هلا بس بدي احط لك نقطه هون من نفس البلاش اوكي وبنعمل له بلند اوكي بس بدي مرايه مشان اقدر اشوف شو عم بيصير اوكي اوكي كتير حلو تمام
اوكي اذا حابين تزيدوا اكثر فيكم تزيدوا، بس لانه نحن عم نحاول نكون الكلين جيرل. اوكي كلين جيرل لوك، فما بدنا نكتر كثير، يكون في الوان او سترونج اي شادو او سمثينج. اوكي هلا بدي اعمل حواجبي. اوكي هالفتره صايره عم بحب اعمل حواجبي، عم برسمهم شوي. اوكي بس من قدام، يعني بس بعمل خط هون ورسم هيك لفوق. انا بعرف ما في تكنيك معين يعني، بس بعدين بمشطه. بعمل له بلند يعني. اوكي ونفس الشيء هون هيك مشطهم لفوق بعدين بعمل بلند. اوكي هلا بحط البراو جل. عشان يضلوا مسحوبين لفوق. شو بدك؟ شيل النكش اللي في شعري. شو بدك الواكس؟ ليك. Thank you. اوكي هلا صار وقت الماسكارا. سو كثير حبيت الماسكارا تبع هدى بيوتي اللي هي وان كوت واو، كان عندي من صغيره وهلا جبت الحجم الاكبر لانه خلصت هديك. بصراحه كثير حبيت الماسكارا يعني، بس كمان ما بدنا نكتر كثير من الماسكارا، نعطي لون حلو لرموشنا، بس ما بدنا هيك يكون اوفر مثل السبايدر يعني مثل العنكبوت. اوكي تمام، رح اعمل الجهه الثانيه. ما رح نعمل رموشنا من تحت، رح نتركهم مثل ما هنن. منبينك حاطين مكياج بس بنفس الوقت مو حاطين مكياج. اوكي دائما بحط الماسكارا على جهه بتطلع على بجهه احلى من الجهه الثانيه. حلو وسخت انفي. هلا اوكي هلا بنطفو. انسوا الوسخه اللي هون، ما راح هلا بعد شوي بشيله، بس ما راح احط تحت، بحس هيك احلى اكثر هيك نظيف. اوكي لحظه بدي اخذ بس درمشت الرموش بفرشايه فاضيه. اوكي هلا بدي احط الباودر تحت العين، نتفه صغيره بس المكان اللي احترف فيه كونسيلر بس مشان ما يصير فيه خطوط. اوكي بس اقدر الاقي ايوه. اوكي سو حطيت، هلا راح امسح شوي تحت العين على ايدي، حمسح شوي على ايدي بعدين راح اعمل بلند. اوكي بعدين راح حطه. بس اوكي راح امسحها هيك. اوكي اي شيء بقي فيكم تحطوه بالاماكن بتحسوا بيعمل خطوط، بس انا من كتر ما ببتسم ف بيعمل خط. اوكي بدي اشيل هاي اللي هون. دن اوكي هلا بالفرشايه احط شو نقطة برونزر بوب بس. اوكي او شي خفيف، هي اوريدي هاي الفرشاية فرشاية البرونزر فاكيد بيكون عليها شوية برونزر يعني بقيان من قبل، فبعمل هيك بلند سريع وبعدين
بدي احط بلاش. يس حلوين حلوين شعراتك. رح احط من نارس اورجازم. اوكي دودك حلو. نعم دون. اوكي شوية بلاش، كتير بحب البلاش هاي من نارس اسمه اورجازم. لحظة صوروها. اوكي فيها شوية شمر اصلا بس سلر عندهم، فانتو بس روحوا لعندهم قولوا لهم انه شو البس سلر وانا بيعطوكم هاي. اوكي اوكي هلا رح ارجع احط من ال setting spray. انا ما فرجتكم اني انا اول شيء كمان بخيت هذا على وشي قبل ما بلش ميك اب. اوكي وهلا for the lips بدنا نعمل شيء glossy. اوكي مشان clean girl style. اوكي look بنحاول نضل بالglossy side. اوكي so في lipstick من ماريو باي ماريو، خليني اشوف اذا هي 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 ولا هي هي. يمكن we try. اوكي بشوف اذا هي هي. يمكن اوكي اللي عملته اني حطيت من هذا اللون اللي اسمه Miss Rose lip plumping color. ثواني اطلع من الفريم. ايوه باي ماريو. اوكي بس راح احط نقطه. انا اوريدي حطيت وشلت بالمحرمه، بس راح ازيد شيء كمان. اوكي ما بدي اكثر منها. هلا الملمس تبع هذا الليبستيك بتحسوه جلوسي بس بنفس الوقت مو جلوسي، ما بعرف كيف. اوكي وهلا راح احط من فانسي بيوتي ما بعرف اذا هاد ولا الثاني، ثواني خليني اشوف. راح اوقع من الكرسي. should I or should I not. اوكي راح استخدم هاد. اوكي هيك بنكون خلصنا اللوك.